كيف بتكوني انت وعاشقه؟ كيف توصفي حالك انت وعاشقه؟ اللي حواليك كيف بيعرفوا انه مغرومه؟ شكله في حد جديد في حياتها؟ بيبان من عينيا، ببقى ماشيه بحب كل الناس، شايفه كل حاجه حلوه، حتى الحاجات البسيطه. انا على فكره حاجات بسيطه جدا ممكن تخليني في قمه السعاده. زي ايه يعني؟ حد يجيب لي مثلا هديه مفاجاه، ورده، يفكر انه يعزمني في مكان مثلا بحبه، او ياكلني اكله بسيطه بحبها، يبعت لي اغنيه. يا الحاجات دي بتطيرك قوي. بتحطك مكان تاني. اخرجي بره البيت. اطلعي بره. ما اطلعي بره، اطلعي بره، ما ينفعش الكلام ده. من سنتين عشت هالحاله. من سنتين عشت الحاله. مفتقداها اليوم ولا في بوادر كمان اغنيه جديده؟ اتمنى والله. اكله جميله. اتمنى اتمنى. في بوادر. اتمنى والله يبقى في. انا اصلي كمان كائن بحب الانبساط. يعني الحياه، انا شايفه ان الحياه بتعدي بسرعه جدا، والموضوع بسيط، مش مستاهل تعقيدات ولا حواجز ولا شروط، الحياه بسيطه قوي. فانا بحب ان الواحد ينبسط بالحياه ما دام ما بيعملش حاجه ضد اللي ربنا قايله، وضد او بيأذي حد. ليه ما انبسطش بابسط حاجات؟ ليه ما انبسطش تستمتع يعني فيها؟ الله يعطينا الحياه لحتى نستمتع فيها. في مواصفات معينه اليوم للرجل بتحب تكون موجوده فيها؟ شو بيلفتك بالرجل اول ما تشوفيه؟ حنانه. خلينا هذا القسم الداخلي شوي. خارجيا نظافته. نظافه. شم ريحه الصابون والبرفان. مهمة جدا عندي حكاية ان الشخص اللي قدامي يبقى انسان مهندم، نظيف، بيلبس كويس. مش شرط انه يلبس حاجات ماركات سيني، لكن بيلبس مهندم في لبسه، يعني يبقى لبسه نظيف، بيعرف كيف يلبس، بيعرف يلبس. الشوز بتاعه بيلفت نظري جدا. الشوز والبرفيوم جدا في الراجل. ايده، ضوافره نظيفة، يعني ايده شكلها نظيف ولا لا؟ الحاجات دي ممكن لو هو اغنى اغنياء العالم مش عايزه امد ايدي اسلم اصلا. للدرجه دي. ومن جوا زي ما قلت لك، حنيته انه يبقى صريح، ما يبقاش كذاب، ما يبقاش قاسي في التعامل مع الناس. يعني مش ممكن يبقى حنين معايا لكن قاسي مع الاخرين، شايف نفسه اعلى. انا احب الراجل الانسان المتواضع يعني، والانسان كمان اللي بيتعامل مع البشر بانسانيه. ما احبش الراجل اللي شايف نفسه انا احسن حد والناس دول ايه، وما اقدرش برضه. المثقف، بحب الراجل المثقف جدا، اللي بيتقي الله، اللي عارف، اللي بيتقي الله هيعرف يعني ايه يتعامل مع ست، يعني ايه يتعامل مع بقيه البشر. اللقاء من خلال هالجولة يمكن السريعة، بعد ما غصنا مثل ما كان لازم نغوص بموضوع الرجل، رح يكون في حصة تانية، بس في سؤال تبادر لذهني. عم نحكي أنت شو بتحبي بالرجل. أنا اليوم بدي أسألك، الرجل إذا طفش من لقاء حيكون السبب إيه؟ زي ما بنقولها كده بالعامية والناس من بعدنا، إنه خليتيه يهرب، خليتيه ينسحب، تكون عملتي إيه؟ أكون عملت حاجتين، يهتميت بيه زيادة قوي عن اللازم. أوف، اتدلع يعني زياده. اهتميت بيه زياده، ممكن توصل احيانا للاهتمام انه يحس انه لا زهق مثلا يعني، او انه ابتديت احس انه يعني في لا مش هو ده اللي انا عايزاه، او ابتدى يعمل حاجات كتير انا بقول ما بعرفش اخبي.